السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم الإخوان. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير، وسمحوا لي بزاف حيت عطلت عليكم، مابقيتش كنزل فيديوهات نظرا لأنني كنشتغل في العديد من المجالات، من بينها أنني كان تقني في يعني تركيب الكاميرات المراقبة، وأيضا أشتغل لدى شركة تابعة لاتصالات المغرب والتي توفر الإنترنت في المجال الحضري. فبالمناسبة يمكن اللي باغي يدخل الويفي ولا شي حاجة يمكن يتصل بي عبر الصفحة الرئيسية ديالي أو الرسمية اللي كاينة، فتلقاوها في اليوتيوب أو تلقاوها هنايا، غتجيو لهنايا غادي تضغطوا غادي تدخلوا مباشرة الصفحة وتخلوا لي ميساج وأنا غادي نجاوبكم، أو تخلوا لي تعليق إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نجاوبكم. اليوم غادي نحاولوا أنني نديروا إعداد الراوتر ديال انوي الموديل ديال دي جي 82 45 في اللي هواوي من شركه الهواوي. فهاد الراوتر هذا كما كتعرفوا انه كيمتاز بزاف ديال الخصائص اللي من ضمنها خاصيات 5 جي او 5 جينيراسيون اللي كتعطي الكونيكسيون مزيانه وكتحاول كتفرق الكونيكسيون مزيان. وبالنسبه لهاد الراوتر هذا فهو ملتي سيرفيس او متعدد الخصائص كما قلت، فيه بالنسبه يمكنك تخدم فيه الانترنت عن طريق الاي دي اس ال او عن طريق البوان داكسي، يعني يمكنك تردو بوان داكسي وغتلقاو فيه حتى ديال بالنسبه للفون بالنسبه للتليفون اللي كيخدم فيه، يعني الا كنتو غادي تخدموا فيه البوان الفيبر اوبتيك. فهو كيمتاز بزاف ديال الخصائص تكتشفوها مع ريسكم. فعلى بركه الله غادي نحاولوا نشرحوه دغيا دغيا باش ما نطولوش في الفيديو. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا انني سريع في الشرح يمكنهم يعني يمشيو بشويه بشويه باش يعاودوا الفيديو شويه بشويه باش يفهموه. فعلى بركه الله باش نحاولوا نشرحوا هذا الراوتر هذا. قبل ما ندخلوا وسمحوا لي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشاركينش، وتخلوا لي دعم بالكومنتير ديالكم والتعليقات ديالكم في اي مشكله عندكم في الانترنت، الا كان في انوي اورانج اتصالات المغرب وخاصه في الاتصالات المغرب خليوا لي ميساج انا غادي نرد عليكم. المهم انا دخلت بالشبكه ديال درت الكابل ديال ار جي 45 برونشيتو مع البي سي ديالي وبرونشيتو مع الروتر، يعني فين غادي تبرونشيو هذا الكابل هذا، الكابل غادي تبرونشيو في البلاصه اللي مكتوبه فيها اللان، غتلقاو فيها اربعه وهما صفرين يعني من اللور. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش اللان هي بنيت برونشي في لان واحد لان جوج لان ثلاثه او لان اربعه، برونشي تما الراس ديالو، الراس الثاني برونشي في البي سي ديالك وحاول انك تطفي الواي فاي باش تكونيكتا ديريكتومون بسميتو تكونيكتا ديريكتومون بالكابل، ولا في حاله واحده انك تكونيكتا بالواي فاي ديال هذا الراوتر نت من انطلاقا من الشبكه ديالو. الشبكه تدخل تقلب على الاسم ديالو تدير كود مود باس وتكونيكتا، من بعد غادي تجي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي دير نحاول نخرجو باش نعاودو لهاد الانترفاس. بالنسبه لهاد الانترفاس اللي عنده جوج ديال هاد الروتور عنده جوج ديال البلايص اللي كيدخلوا منهم، الاولى ديال المستخدم اي يعني الزبون، والثاني ديال هذاك السيد ديال التقني السيد اللي كيقاد الواي فاي، يعني الا كان عندك فيه شي مشكل ولا هذا. بالنسبه لك انت يمكن لك تدخل بغير يوزر بحال هكا يوزر يعني مستخدم وغتدخل، ويعني ما عندكش شي خصائص بزاف شونجمون ديال الكود ديال مود باس او بعض الخصائص اللي ماشي يعني مهمه. فالإشارة أنك يمكن لك تدخل ب 192.168.1.1 أو 192.168.1 عفوا .2.1، يعني نقطة 2.1 بحال غير هو فين كاين الشونجمون كاين في الدخلة ديالو ديال المود باس هنايا. دونك حنا غادي نعاودو ندخلو بالمود باس ديال التقني اللي هو أدمين صغيرة يعني مينيسكول، وهنايا غادي ديروا ماجيسكيل غادي ديروا غتكتبوا بماجيسكيل غتكتبوا انوي. انا نخلي لكم الباسورد في الديسكريبشن في صندوق الوصف انوي اروباس غتكتبوا هواوي واحد جوج ثلاثه حركة فوالا يعني دخلت. فاول ما كتدخل لهاد الواجهه هذه كتلقى هاد الواجهه هذه. فإلا كنت باش نشرح لكم هاد الواجهه هذه يعني هاد الشيء اللي مكتوب هنايا غادي تلقاوه في حاله واحده، في حاله الا كان هاد الروتور هذا ديال الهواوي شريتي خديتيه يعني كان ديجا شي واحد خدام به وعطاه لكم، ولا كنتي انت براسك خدام به في انوي غادي تلقى هاد الاعدادات. اما الا كنتي شريتي جديد يعني ما خدام به حد فما غادي تلقاش هاد الاعدادات.
يعني غادي تجي هنايا وغادي غادي تبرك على هاد النيو او جديد وغادي تعمر هاد لي كوردوني هادو. فالطريقه باش غتعمرهم راه سهله، انا نوريك كيفاش. غنديرو الكانسل هادي وغنجيو هنايا، حنا ما غاديش نديرو جديد، انما غادي نجيو لهادي غادي نديرو بحال هكا باش نعاودو نقادوها باش غير ما نطولش الفيديو. هانتوما بالنسبه للاكسس تيب ديال هادي غادي تخليو اي تي ام اي بلانك، يعني هادي راه ديال ادي اس ال، وغادي تخليو هادي 3 بي او اي، غادي تخليوها تسيليكسيونيها يعني تسيليكسيونيوها. البروتوكول تيب خليكم ما هو اي بي اي بي في 4 4. دونك كيما هاد الاعدادات المهم خليهم كيما هما. وبالنسبه لهاد البين ديال الاوبشن غادي ديروا لان واحد لان جوج لان تروا لان اربعه، وغادي دير واحد السيسيد هنايا غادي تخليه بحال هكا. وغير واحد الحاجه الله يعطيكم الستر، بالنسبه للويبس اللي عنده الويبس خدامه خصو ديزاكتيفيها، ولكن انا نطرق ليها دابا باش حيت كاين بزاف ديال الاسئله كيوصلوني في هذا كيفاش كيتم الاختراق ديال الويفا، انا نقول لهم المشكل فين كاين باش نشرحه لهم. غادي نجيو هنا ما غاديش تلقاو هاد السي اي اي، السي اي ما غتلقاوهاش، غادي تلقاو هنايا ديال انوي غتلقاو هذا، حيت انا عاد درت له الاعداد، غتلقاو هذا اللي غادي تلقاو غتلقاو هنا او سوري غتلقاوه داير بحال هكا، وغادي تلقاو مود باس كذلك كما هو هو هذا، هذا المود باس اللي كتعطيك الشركه ديال انوي، وهذا عفوا هذا غتلقاو بحال هذا الشكل هكا. بالنسبه لاتصالات المغرب غادي تمسحوا هذا وغديروا سي اي دبل زيرو 13، وكذلك غادي ديروا لها كوبي وغادي ديروا لها كولي هنايا، يعني كوبي غادي ديروا يجي هنايا غادي ديروا كوبي وغادي ديروا هنايا باست سي بون، وغاتجي هنايا غادي دير هنا ابليكي داكور صافي، غادي دير ابليكي وغتسنى واحد شويه فوالا. دابا حاليا غادي نديرو النيكست، غنمشيو وغادي نبدلو بالنسبه للشونجمون ديال السميه، هي هادي غتبدلوها دير فيها السميه اللي بغيتو، وهاد المود باس حتى هو تبدلوه حتى هو الا بغيتي تبدلوه. بالنسبه ل 5 جي 5 جينيراسيون غادي تبدلو حتى الا بغيتو، المهم هادو غتبدلوهم الا بغيتو، الا ما بغيتوش غتخليهم في نفس المود باس. فمن بعد ما كتكمل هاد الطريق هاد يعني تغير المود باس كنديرو نيكست. هنا بالنسبه لهاد البلاصه هادي هنا كيقول لك شونج يور لوجين باسورد، يعني غير المود باس ديال لاباراي، هادي لاباراي المود باس ديال لاباراي. هي نورمالمون كتجي ادمين كما قلت لكم قبيله، وكتجي هنايا انوي اروباس هواوي 123. يا بغيتي تبدا نتوما كديروا هنايا مود باس جديد، هنا اولد باسورد، هنا كديروا لونسين يعني القديم، هنا كديروا اولد باسورد، وهنا نيو باسورد يعني كديروا جديد، وكتكونفيرميو هنايا كونفيرماسيون، هنا غادي تاكدوا هنايا ثم كديروا النكست من بعد ما كتشونجيو هذا. ولكن بالنسبه لي انا ما غاديش نشونجي، غادي ندير سكيب غادي ننقز صافي، وغادي الكونيكسيون غادي اوتوماتيكمون غادي تخدم ليكم. بالنسبه لي انا خدام بالفيبر اوبتيك، داكشي علاش ما عنديش لا دي اس ال باش نبرونشيه باش تشوفوا بلي الكونيكسيون خدمات. غادي فقط نضغط على ريتورن تو الهوم باش نوريكم شي اعدادات حتى هما. بون هاد البلاصه هادي ملي كتساليو راه تلقاو هاد البلاصه خضراء، ما تلقاوش هاد اكس حيت انا كيما قلت لكم عندي الفيبر، ويعني ما يمكنليش يعني برونشي مع الادي اس ما بلاصه الادي اس ما يخدمش ليا، انتم غير يخدم ليكم انتم اوتوماتيكمون راه غيخدم ليكم فتسالوا هذيك هاد العمليه اللي قمنا بها دابا عاد. فبالنسبه الاعدادات الاخرى اللي قلنا عليها، غادي ندخلوا مثلا ادفايس، غنمشيو مباشره للواي فاي، غنمشيو ل 2.4 جينيراسيون بازيك او جيجا هرتز، هي هادي حتى هنا يمكن لكم تبدلو نفس كما قلت لكم قبيله، تشونجي المود باس من هنايا وتبدلو السميه من هنايا. غير انا ما باغيش يعني انا قبيله شرحت لكم كيفاش تشونجي المود باس، ولكن هاد الطريقه حتى هي يمكن لكم تشونجي بها المود باس. غير هي واحد الحاجه اللي يعطيكم السطر هنا انابل ويبس، هنا حيدوا هاد الويبس هادي حيت كيتم الاختراق ديالكم عن طريق ديالها داكوغ. هاد الويبس هي اخطر حاجه اللي تقدر تكون عندك في الويفي، حاولوا انكم ديجا تخليوها خاويه ديزاكتيفيوها، الا لقيتوها بحال هكا حيدوا عليها العلامه وديزاكتيفيوها وديروا ابلاي باش يعني ما يتمش الاختراق ديالك. وكذلك منين تسالي من هاد 2 جي هاد 2.4 جي غادي تمشي لهاد 5 جي بازيك حتى هي نفس العمليه تقوم بها، وغادي تحيد انابل ويبس وغادي دير ابلاي داكوغ. فإذا كان شي سؤال اخر ولا هذا حاولوا انكم تخليوه ليا في التعليق وانا غادي نجاوب عليه، او لا صيفط ليا ميساج
ومشيو نصليو، تقبل الله منا ومنكم، وكنتمنى انكم تخليو لينا تعليق وكومونتير اي كومونتير ولايك باش نوصلو حتى حنا ل 1000 ابوني. انا يلاه عندي 593 وان شاء الله الرحمن الرحيم حيت راه بالدعم ديالكم غنستمروا، الا ما كانش بالدعم ديالكم راه ما كاين والو. شكرا لكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم والله يعاونكم.